مكملين اكيد باخر فقره. اكيد فرح، يعني مثل ما قلنا بضحنا دائما الشباب السوري بكل المشاكل وبكل الازمات اللي عم نمر فيها كان له دور وله بصمه، ولانه نحن مع بعض بسوريا كل شيء مستحيل بنقدر نهزمه. من هذا العنوان انطلقت مبادره لدعم رجال الاطفاء المدني ورجال اطفاء الحرائق بالمحافظات السوريه اللي تعرضت للحرائق مؤخرا بجبالنا باللاذقيه وطرطوس، وكانت المبادره تهدف لمساعده الرجال الاطفاء. لنحكي اكثر عن هالمبادره بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير ريم احسان، منظمه مبادره نحن سوريا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير مرة ثانية. واليوم عم نحكي يمكن عن هذا العمل سلمى مع المشهد المؤسف اللي شفناه نحن بالفترة الأخيرة، وهي الحرائق اللي كتير كبيرة. فدائما نحن بنقول أي شخص قدر يقدم ولو شيء بسيط ويساهم ولو بشيء بسيط فهو إنجاز بالنهاية. خلينا نعرف عن هي المبادرة بالتفصيل وشو قدرتوا تحققوا. مبادرة مجموعة شباب نحن سوريا، هنو شباب مغتربين خارج البلد. طبعا نحن كل ما بصير شيء عنا نحن بوضع البلد بحاولوا يعملوا أي شيء لحتى يساعدوا إخواتهم السوريين الموجودين ضمن سوريا. اتفقوا مع بعض شباب نحن السوريان المغتربين إنه يساعدوا إخواتهم السوريين الموجودين. أول مشروع قمنا فيه هو مشروع الحسكة، حفروا آبار بمحافظة الحسكة. طبعا كل الشكر للأخوين السوريين سمير وسرجون، هن صاحبين فكرة المبادرة نحن سوريا، وتجمعوا كل المغتربين بهيدي المجموعة، وصار كل شخص نحن من المغتربين يتبرعوا، ونحن الشباب والصبايا داخل سوريا بننفذ المشاريع. تاني مشروع احنا قمنا فيه المواضيع الحرائق، واكتشاف نحن الشباب سوريا الموضوع صار عندنا نحن بسوريا، ان كان بطرطوس اللاذقيه ريف القرداحه ضياع جبله، حبوا يعملوا شيء يفيدوا يكونوا كلهم ايد وحده، حبوا يساعدوا رجال الاطفاء. فاذا اتفقوا مع بعض وقدموا خراطيم وخواز وجاكيتات لرجال الاطفاء بطرطوس اللاذقيه جبله. أكيد يعني يمكن محمص. شفنا أكثر شيء كانوا عم بيطالبوا فيه الأهالي خلال طبعا الفيديوهات اللي طلعت على وسائل الإعلام، أنه نحن عنا نقص بالخراطيم، كتير ضياع، يمكن حتى الطرق صعبة كتير للوصول مثل ما شفنا ضيعت بسوت طريق واحد، ولما صار في حريق ما عاد قدروا ينزلوا الناس على الشارع وكان في صعوبة بالوصول لهم. كيف قدرتوا تتواصلوا هنيك مع طبعا شباب الإطفاء المدني أو حتى الأهالي المتواجدين لتوصلوا لهم المساعدات؟ طبعا نحن عنا نقص كتير كبير بالخراطيم الموجود، رحنا عنا ان كان اللاذقية جبلة حمص طرطوس نقص كتير، وهنا بحاجة خراطيم. فاذا حبينا نكون نساعد ونكون ايد بايد، واقترحوا شباب نحن سوريا انه اول مساعدة بهيدي الحرائق نقدمها لرجال الاطفاء. تواصلنا مع قائد الفوج محافظة اللاذقية وسلمنا الخراطيم. بجبلة كمان تواصلنا مع المسؤول عن الاطفاء وقدمنا خراطيم، وطرطوس وحمص نفس الشيء. قد ايه اكل وقت هذا التنسيق ان كان بين المغتربين بين تأمين وإيصال للطلب المنشور؟ ما اكل منا وقت 4 ايام. اربع ايام كنا واصلين كل شيء. تمام، كيف كان تفاعل المغتربين بالنسبه لكل هي الحرائق اللي نحن شفناها بمناطق مختلفه ان كان من الساحل السوري او حتى حمص؟ المغتربين صح انهم خارج سوريا، بس بقولوا سوريا هي امنا، هي ربتنا، منقدس تراب سوريا. صح نحن خارج البلد بس نحن مع سوريا ايد وحده، نحن منقدس شيء اسمه سوريا، بنفتخر بشيء اسمه نحن عالم سوريا. كان كثير انزعجوا على المواضيع اللي صارت احنا بجبالنا بجبال الساحل، وفورا كانوا ايد وحده وقدموا المساعده. اكيد ريم، يعني مثل ما شفنا خليني اقول الاسعاف اللي تم من الشباب نفسهم بهي الحاله، حاولوا يقدموا اي شيء بيقدروا عليه، ما كان بس خليني اقول حملات تطوعيه ليشتروا خراطيم او شيء، شفنا البيوت انفتحت، كل حدا قدر يستقبل حدا ببيته وكل حدا قدر يقدم شيء، كنتوا كمان لكم شيء بهذا الموضوع؟
ايه تماما، نحن قدمنا اول يوم كان في ناس كثير ناسحين، ساعدناهم امنا لهم بيوت. كان في ناس مقطوعه ما عندهم مي تاذت بسبب الحرق، اخذنا لهم صناديق مي على الاماكن المقطوعه فيها المي مثل الحفه الريف القرداحه. طبعا اول يوم بادرنا فيه قدمنا طبخ وجبات غذائيه جاهزه وزعناهم بالضياع. ثالث يوم طبعا محافظ ريف دمشق بعد شاحنات سيل غذائية كمان وزعناها بضيع جبلة. تمام. كيف كان التفاعل بين الأهالي خاصة لما كان في هذا الدعم كتير كبير من إن كان القرى المجاورة أو حتى الدعم الخارجي اللي شفناه من المغتربين؟ خبرينا أكثر، كيف كان تفاعل الأهالي إن كان من خلال الدعم المادي من خلال الدعم المعنوي اللي شفته؟ طبعا الأهالي كثير انبسطوا بهيدا الشيء، انه المغتربين وانبسطوا بالتبرعات اللي صارت عندهم، بس بنفس الوقت نحن كنا مجبرين بقوائم، مجبرين بالقوائم يلي كاتبينها رؤساء البلديات، بس للاسف ثلاث ارباع المتضررين ما كان مكتوب اسمائهم بالقوائم، لهيك انه فينا نقول انه 70%. طيب يعني اكيد رح يكون في لكم رجعه لهذا الموضوع، يمكن الشباب على الارض رح تحاول تحصي الناس اللي عم يتواصلوا معكم لحتى تقدروا تقدموا لهم شيء بالمستقبل؟ اكيد نحن مجموعه شباب نحن سوريا ما قلنا لا زمان ولا مكان، دائما متابعين باي شيء نحن بصير، وكنا رح نكون ايد وحده ونساعد اخواتنا بسوريا. أكيد نشكرك، نشكرك الأعضاء الفريق، نشكرك كمان أكيد المغتربين يلي مثل ما قلنا ببداية الحلقة سلمى دائما قلبهم على سوريا وعلى أهليهم الموجودين، وإن شاء الله يا رب هاي الحرائق اللي شفناها بالفترة الأخيرة ما تتكرر أبدا، ويكون السوريين بعيدين كل البعد عن هي الآلام يلي عم بتصير، إنه خلص بكفي سلمى سنوات طويلة من الحرب، الحرائق اللي إجت، جائحة كورونا، وكل هي التفاصيل إن شاء الله بتكون نهاية الآلام والحزن. أكيد بدنا نتشكر وجودك وأهلا وسهلا فيك. شكرا.